أعزائي المشاهدين، صباح الخير. صباح الخير عليكم في كل مكان، ويوم جميل وسعيد إن شاء الله في أي مكان تشوفونا فيه. أرحب في البداية بزميلي العزيز تامر نور، أهلا وسهلا. وأرحب بالدكتورة علياء مأمين، استشاري الطب النفسي والأسري. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك بك يا يا فندم. فضيلة، وصباح الفل عليك وصباح الفل على السادة المشاهدين. صباح النور يا صباح تامر. النور، صباح صباح النور يا الفل يا دكتور. جماعة. طب انا ممكن استاذن الساده المشاهدين كده، بس زميلي العزيز عايز يتكلم في موضوع كره القدم اللي هي كانت مؤخرا بين الاهلي والزمالك. عايزين نوجه رساله، هو خارج سياق الحلقه. اتفضل يا تامر. طبعا هو احنا النهارده الحلقه بتاعتنا طبعا امتدادا للحلقه اللي فاتت على موضوع الطلاق، والنهارده طبعا جبنا متخصصه الدكتوره علياء امين بحيث ان احنا النهارده نتكلم على موضوع الطلاق ونتجنبه. فالنهارده الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على التعصب، قبل طبعا ما ابدا الحلقه مع الدكتوره امين، التعصب اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وقلنا يا جماعه ليه للتعصب، مش عايزين تعصب. فانا هوجه رساله لجمهور الاهلي والزمالك اللي هو يعتبر جمهور مصر العظيم، شعب مصر العظيم، ان مفيش بيت ما فيهوش فيه اهلي ولا زمالك، بتشجع الاسماعيلي على دماغي وبتشجع المصري على دماغي، بس في النهايه في كل بيت مصري في مشجع. احنا النهارده الماتش كان يوم السبت اللي فات زي النهارده، واحنا اتكلمنا وعملنا فقره كامله على موضوع التعصب. الاسبوع اللي فات لقينا الموضوع صعب جدا، تراشق، انا كسبتك انت كسبتني، انا اخدت منك الدوري، لا انا اخدت منك البطوله. احنا يا جماعه النهارده عايزين نوصل الرساله، اللي كسب كسب ونقول له الف مبروك، واللي اتغلب نقول له هارد لك. هي دي مش نهايه المطاف. احنا المفروض ان احنا كلنا شعب واحد نحافظ على بلدنا، بلدنا فيها تقدم. النهارده بيجي نخش تلاقي تعصب وناس تخش في النص، وطبعا احنا عارفين ناس بتخش في النص وتولع الدنيا وتبدا تنفخ البلالين وتنفجر. طب ليه يا جماعه؟ احنا في النهايه دي كره قدم، دي اخلاق، كره قدم دي اخلاق. فالنهارده يا جماعه بعد اذنكم احنا عايزين النهارده نجنب الخلافات الكرويه، وما ينفعش يبقى في خلافات كرويه، دي كره قدم معموله للروح الرياضيه. النهارده الدوله ماشيه في اتجاه معين، فاحنا مش عايزين نهدم ده، يعني الدوله النهارده بتعمل كل حاجه، بتعمل طرق وبتعمل، فاحنا عايزين نساعد الدوله في ده. فاحنا يا ريت النهارده دي رساله انا بوصلها، واقول لحضرتك حاجه يا متعصب، يعني 40 مليون او 50 مليون بيقعدوا يدبوا ببعضهم الاسبوع اللي فات مين كسب ومين بطل الدوري ومين نادي القرن الحقيقي ومين ومين ومين. النهارده هقول لحضرتك حاجة، واللي أنا هقولك ده محدش هيقولهولك. حاجة كده زي الباشا، البس فانلة النادي اللي أنت بتحبه وروح، روح عند النادي. وبعدين قول لهم يا جماعة أنا مشجع النادي بتاعكم. عايز أنا المشجع اللي بشجع وبروح ورا النادي في كل مكان، أنا اللي بروح أدفع من جيبي، أنا اللي بسافر اسكندرية وبسافر أسوان وبسافر بره مصر على حسابي عشان أشجع، أنا اللي بقف 90 دقيقة في المدرج اقول اقعد اشجع النادي بتاعي، اقول فريق كبير فريق عظيم ادي له عمره برده قليل. بعد اذنك انا عايز اخش النادي بتاع انا اللي انا بشجعه، عايز اشوفه، عايز اشوف المنشئات اللي جوه فيها ايه ووضعيتها ايه، عايز اتفرج على النادي بتاعي اللي انا بشجعه. هقول لك لا يا فندم احنا اسفين، النادي دوت للعضو فقط مش للمشجع. طب حضرتك يا فندم ما انت بتقول انا رقم واحد، ده انا رقم واحد، انا الجمهور رقم واحد. اه يا فندم حضرتك رقم واحد، انت رقم واحد في المدرج مش رقم واحد عندنا، حضرتك ده خاص بالاعضاء. وبعد اذن حضرتك يا فندم كده بقى جنب عشان في عضو داخل عايز يخش، والعضو اللي داخل ده ممكن اساسا لا يفقه شيء عن الكوره، وممكن اساسا ما بيشجعش النادي بتاعه بس معاه فلوس يخش النادي. ففكر في الموضوع دوت، فكر فيه كويس جدا. وفي النهايه الرياضه اخلاق، وانا اسف للاطاله دكتوره، ودي كانت رساله المفروض ان احنا نوصلها بحكم وطنيتنا، لان دي بلدنا، بلدنا مصر دي اجمل بلد في الكون، لازم نحافظ عليها، اهل وزمالك يعني شعب مصر. بالظبط. واحنا انا اسف لطول، اتفضلي يا فضيله. ميرسي يا تامر. سياده الدكتور، عايزين نعرف دلوقتي احنا لو مقدمين على الزواج بنقدم على الخطوه دي ليه؟ اولا ربنا سبحانه وتعالى دي فطره ربنا فطرها فينا، يعني قال لك ازواج لتسكنوا اليها، يعني ده سكن، ده هدوء، ده بيخلق ما بيننا موده ورحمه، بيبقى فيه بنزود تعارف، ويعني هو ده اصل الكون، هو ده اصل النسيج. دايما الخليه حتى تلاقي ذكر وانثى، موجب وسالب، بس هي نقطه ازاي نعملها. وحاليا كمان بعد نسبه الطلاق اللي احنا بنشوفها، مش بنفكر ازاي نتجوز او نختار شريك الحياه فقط اللي نتجوزه، لا اللي نكمل معاه، لان كل دلوقتي للاسف تبع جهاز التعبئه والاحصاء بيحصل الطلاقات من في خلال سنه، اول سنه بتحصل، في اول سنتين بالكتير.
فطبعا دي مشكله جدا. دي نسبه قد ايه كده يا دكتور؟ يعني النسبه دي بتبقى قد ايه؟ نسبه كبيره ولا نسبه نسبة اول سنتين؟ اكتر من 50%. اكتر من 50%. لان كل دقيقتين ونص في حاله طلاق، فايه اللي بيحصل؟ وبعد كده عملوا دراسات تانية لقوا ان الناس اللي بتنفصل بيقولك انا كان قلبي حاسس او انا كان عندي الاحساس ده، فلقوا بنسبه 70% ان الناس اللي بتختار شخص ما كانت شايفه الصوره بطريقه موضحه، او ان هي الانسان ده مش هعرف اكمل معاه، بس كملوا كانهم طالعين رحله. وهنا بقى دي الحته اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده. طب يا دكتور، احنا عايزين نعرف ازاي الشخص اللي جاي يتقدم ده، نعرف ازاي هو كويس ولا مش كويس؟ هو انا مش هقول كويس او مش كويس، هقول مناسب او مش مناسب. تمام. لان انا كل انسان يناسبني انا ممكن حد تاني يقول لي لا ده وحش والعكس. طيب انا اصلا لازم افهم نفسي كويس جدا قبل ما افهم الشخص اللي قدامي، بدليل ان انا مثلا مع الفارق، يعني لو انا خارج اشتري بلوزه لونها بامبي، هخرج اجيب احمر، اخضر، ازرق، اجيب بنطلون، هجيب هو ده بالظبط. انا عارف كويس قوي انا ايه ومتطلباتي ايه واحتياجاتي ازاي، وبازاي بعرف اعمل ان انا بيسموها ايه بالانجلش ميت ماي نيدز، يعني ان انا بلاقي الحاجات اللي انا بطلبها في هذا الشخص. ده لو انا رايح وعارف ان انا هشتري ايه، لكن انا ممكن انزل ابقى نازل اشتري بنطلون الاقي نفسي اجيب بنطلون واجيب قميص واجيب جزمه. ما هي دي بقى المشكله. فدي ما هو برضه ما هي دي يعني انا كده انا عايز انا بتكلم إيه؟ انا يعني بتكلم كاسلوب تهريجي او كاسلوب يعني مختلف. يعني لا، انا لازم ابقى فاهم كويس قوي انا عايز ايه من شريك الحياه ده. ليه؟ لان في مثلث ماسلو كان بيتكلم على حته النمو، ده ثالث ضلع من ضلوع ماسلو، ان الشخص اللي معايا ده هيعمل لي عمليه نمو، هيزودني، هو بيبني معايا، يا اما طبعا هيخلي رحله سعيده وهادئه وهادفه، يا اما هيخلي حياه يعني جحيم. طب احنا دلوقتي انا ليه بقدم على الزواج؟ يعني ليه الشاب داخل يقدم على الزواج؟ هو بيقدم من باب العفه، من باب النسل، من باب حاجات كتير، ابواب كتيره، يعني مش باب واحد. ما هو حضرتك دلوقتي انا برضو كشاب داخل اتجوز، يعني عايزين نوصل رساله للشباب. تمام. انت ليه ايه الاهداف بتاعتك ان انت داخل فات تتجوز؟ انت ليه يعني ايه حددت امتى قلت انا عايز اتجوز؟ حدد امتى لما وصل اولا من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني ايه الباء؟ يعني ان هو يعرف يقيم بيت، يعرف يصرف، يعرف يفتح بيت، يبقى يعني يكتفي بمتطلبات هذا البيت ومسؤولياته، اللي هي اهم حاجه بالنسبه للرجل. يعني الرجل دايما هو القوام، هو اللي عليه الانفاق، فدي حته مهمه جدا. هل سياسه الاطفال بقى؟ اتفضل. برضو يعني عشان برضو نوصل للشباب المشاهدين، احنا بنتكلم النهارده ان احنا بنوصل رسائل ازاي لما تيجي تقدم على الزواج. انت المفروض هتتناقش مع شريك حياتك ازاي، هتتكلموا في ايه. فاحنا دلوقتي هنتكلم على سياسه الاطفال. هل دلوقتي بتنصحي طبعا بعد التحاليل والحاجات اللي بتتعمل قبل الزواج، هل بتنصحي حضرتك الشاب ان هو يبدا ان هو يقدم على الاطفال، ولا ينتظر شويه بحيث ان هي يشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي؟ والله في ناس يعني هو ده فكر مخالف للثقافه بتاعتنا، يعني الفكر ده بره مصر يقول لك انتظر اول سنه شوفوا طبعكم هيوافق بعض ولا لا. بيأجلوا سنه او بيأجلوا سنتين. بيأجلوا سنه او سنتين. لكن احنا طبعا عندنا من على اول الباب، من اول الخطه الاولانيه، عايزين الجواز، عايزين مشكله لان الحما والحما دي ما بتخلفش، ده ما عنده المشكله فيه ولا فيك، ويبتدي بقى عفوا يبقى في نقد يهدم الاسره قبل ما يبتدي. بالظبط. لان في الاول بيبقى كل متحسس وكل خايف من بعضه. بتكلم على العيلتين الرئيسيتين، عيله الراجل الاهل والست. اهل الزوج واهل الزوجه. بالظبط. وممكن يبقى الزوج والزوجه هم مش حاسين اصلا، يعني عفوا ممكن يبقى عندهم مشكله فعلا، بس الموضوع ده مش فارق معاهم، لا موضوع انجاب الاطفال ولا وجودهم، متوافق معاهم بس الكيمستري اللي ما بينهم، ان هم كل واحد فيهم بيضيف للتاني. فموضوع النقد من يعني يحسسوه بالنقص، يحسسوه ان حياته مش ماشيه طبيعي، فيبتدي يلجأ لا انا هجيب الطفل ده عشان اسكت والدتي او اسكت والدتها. يعني ان امي عايزه تشوف لي طفل. بالظبط. هي اوريدي متجوزاه عشان اشوف عوضه يعني دايما بالبلدي كده. انا عايزه اشوف ابني، عايزه اشوف نسلي، وازاي يا ابني تحرمني من، يعني ممكن يقول له انت ازاي تحرمني من حاجه زي كده. احنا نبقى مخططين لحاجه ثانيه. بالظبط. واهلنا من يعني هم الضغوط. حلمهم يعني. بالظبط. لا هو الضغوط على الضغوط على الطرفين، مش على الطرفين. هم عايزين يشوفوا اولادنا. طب ماشي، ما احنا الضغوط دي احنا ممكن ثقافتنا، ما الضغوط دي ما احنا المفروض نتجنبها. احنا بنقول النهارده يعني انت احنا في عصر برضو الانترنت، يعني احنا خلاص يعني هتكلم واحده معديه 60 سنه او 65 سنه الطبع بتاعها خلاص تشكل. تمام. فهيبقى هنا في بره بيدوا للفرد مساحه كبيره من سن 14 سنه بعد المراهقه ان هو يعمل لنفسه حياه ويختار كمان هويته
الايدنتيتي بتاعته. انما هنا في مصر لا، ممكن الاب والام يبقوا عايشين، الطفل عايش معاهم لغايه 30 سنه، مش طفل بقى راجل. تمام، احنا اختلفنا انا والزميله المره اللي فاتت فضيله في موضوع الحلقه على التكافؤ الاجتماعي او المادي. تمام، ان احنا بنقول ان ممكن واحد يحب واحده وهو مش في استطاعته وهي اعلى منه ماديا. تمام، فهو ده مصير الجواز ايه؟ يعني مصير لو هو لو تم ولا يتم ولا يعني يتمش. لو هو من حي شعبي او العكس، او هي من حي شعبي. بصي، مش يفضل، ما يفضلش. انا قلت كده، لا يفضل، لان ما فيش تكافؤ اجتماعي. انتوا اتنين بقى عليا. لا لا لا، عنصرين سيدات النهارده. مش موضوع سيدات والله، انا بتكلم من ناحيه الناحيه العلميه، مش من ناحيه التحيزيه خالص. بس هو دايما الرجل بيفضل هو يبقى اعلى من المراه، اعلى منها ماديا او اجتماعيا. بيقول لك ممكن يقبل ان المراه تبقى اقل منه ماديا او اجتماعيا، انما ما يحصلش العكس. حتى كان في مسلسل بيناقش كده اسمه الحب واشياء اخرى، يعني بتاع ممدوح عبد العليم واثار الحكيم، ان هو كان طول الوقت بالعكس، لما كانت بتكرمه وبتجيب له وعايزه ما تحسسوش بالنقص ده او ان هو اقل منها، كان بياخد الموضوع ده كناحيه رجوليه، هو انا ناقص، هو انا قليل، ومسك حتى البدل كلها رماها اللي هي جابتها، لان هو حس بالدونيه بالظبط، وهي دي ليه اثر المشكله نفسي سيء عليه جدا. بما ان حضرتك طبعا دكتوره طب نفسي، استشاري نفسي، استشاري الطب النفسي. طيب، هل بتنصحي اللي هم مقدمين على الزواج ان هم يروحوا عند طبيب نفسي بحيث ان هو يبدا يعرفوا اللي ممكن فيه توافق بينهم او ما فيش توافق بينهم؟ دلوقتي طبعا في مش طب نفسي، لا لايف كوتش او كونسلنج، مارج كونسلنج. ليه؟ لان هو بيعمل لهم اختبارات شخصيه، بيشوف اولا بتخش في ستيجز كده، بيبتدي يشوف هو شخصيته على الناحيه العلميه والعقليه والذهنيه والجسديه، يشوف هو بيحب ايه وبيكره ايه، ايه ميوله، وهي برضو فيقول لهم انتوا متوافقين. يعني مع الفارق بقى، الناس بتوع الابراج يقول لك البرج ده يوافق البرج ده، لا هنا بقى ده اختبار شخصي علمي، علمي بحت، يبتدي يقول لك لا انت ما يوافقكيش الشخص العصبي، انت مثلا ميولك فنيه، انت حد روحاني. لان دايما الانسان بيتكون من ثلاث حاجات، الانسان الروحاني، العقلاني، الجسدي. في انسان عنده الفيزيكال اتراكشن او الانجذاب الجسدي ده عليه هو الاولويه، في واحد لا يحب الست الذكيه، يتشد للست الذكيه، هي دي اللي تعمل له اتراكشن. المتمرده الشخصيه دي بقى حاجه تانية. يعني انما الحته الروحانيه، في حد يحب بنت رقيقه رومانسيه جميله وهكذا. فكل واحد بيشوف الاول انا بحب ايه، وابتدي اشوف الشخص الاخر هشاركه في ايه من اللي انا بحبه. طب هو الجواز بيبقى عن حب بيبقى افضل؟ يعني في جواز صالونات، هيك انا شفت واحده او اختي شافت لي واحده فرحنا اتقدمنا فتم الجواز، هل ده بيبقى افضل ولا لما يبقى في حب وفي تعارف من قبل الجواز وبنحب بعضينا، فاحنا بنبدا ان احنا خلاص ابتدينا ان احنا نقف مع بعضينا وحبينا بعضينا فهنكمل المشوار مع بعضينا، يبقى انهي الافضل، جواز الصالونات ولا الجواز عن حب؟ والله بص، انا هقول لك حاجه، ايا كانت طريقه التعارف اللي في الاول، شفتها في كافيه، شفتها في صالون، شفتها في اي مكان في الجامعه، بعد كده انا اللي هحدد ايه نوع العلاقه، اذا كانت هي مبنيه عن حب ولا مبنيه عن عقل ولا مبنيه عن ايه بالظبط. يعني عفوا، ما انا ممكن اشوفها في كافيه ولا عجبتني ايه؟ شكلا شفتها في الصالون بتاع بيتنا ايه اللي عجبني فيها؟ ما هي برضو نقطة ان هي عجبتني شكلا ديت، دي اللي بتعمل مشاكل كتير جدا. يعني انا شفت واحدة قاعدة، دي بوابة، ده المفتاح. ما هي بوابة، انا شفت واحدة قاعدة شكلها جميل، تمام، فهي عجبتني، تمام، فهو ده بقى اللي هيخليني ان انا اروح اتقدم لها عشان هي عجبتني شكلا. انت هتتقدم لها بس مش هتتجوزها. أيوة، هتبتدي تتعرف عليها، وبناء على فترة التعرف دي هي اللي هتاخد قرار بالاتمام الجواز او انهاء العلاقة. يعني هو فترة للتعارف مش للجواز، يعني هما الاثنين وعد بالزواج مش زواج، الاثنين سيام، يعني جواز صالونات او عن حب، ان هو قابلها او قعد معاها وقعد معاها فترة قبل ال هو كلمة عن حب دي بتبقى ايه؟ ان هو عاملها فترات طويلة قوي خارج الاطار بتاعنا هتجوزك، بتبقى علاقة لسه مش، يعني الراجل دايما بيحب حتة ان هو يبقى فيه سبيس ومفيش حد يعني يحكمه، فالحتة دي بتبقى عجباه جدا في الاول، بس بعد كده ما هي لازم تتحط في اطار زواج. او لا، دي بناء على ايه؟ بناء على معايير معينه لقاها في المراه دي، ريحته وفيها سمات شخصيه خلته يحس ان هي دي الشخص المناسب. هي ايه القواعد اللي احنا ممكن نبني عليها الجواز ده؟ اولا زي ما قلت لحضرتك في الاول، اهم حاجه يكون مناسب، مناسب ليا. لو انا انسان اهم حاجه عندي، طبعا طبعا لو كان نتكلم على المعايير الصحيحه، الاخلاق والدين، دي البوابه اللي هدخل هذا الانسان لباب بيتنا. بعد كده هبتدي اشوف بقى هو هيشارك بنتي في ايه، هي تبتدي تعرف الشخص ده
عصبي، انا ما بحبش الانسان العصبي، ده متعالي، لا ده اناني، ده متسلط. والخصلتين دول او الخصال دي سيئة للرجل وللست. ميرسي يا دكتورة لحضرتك، شرفتينا. تمام، تسلمي يا حبيبة قلبي، نورتينا النهاردة. ميرسي لذوقك. ميرسي لحضرتك. أعزائي المشاهدين، طبعا دي نهاية الفقرة بتاعتنا، وإن شاء الله انتظرونا في الفقرة اللي جاية. طبعا زي ما وعدناكم إن إحنا طبعا البرنامج بتاعنا برنامج شامل، طبعا معانا فقرة فنية هتعجبكم، وبنشكر طبعا الدكتورة، نورتينا دكتورة، ده نور نشكر، حضرتك أستاذ. وانتظرونا بعد الفاصل.